والدي كان بيبذل مجهود جامد علشان يوفر حياة سعيدة لأولاده. ما لقيتش حد جنبي غير ربنا سبحانه وتعالى. ايه الموقف او الحاجة اللي حصلت لك وغيرتك من بعدها، او غيرت حاجات كتير في تفكيرك وشخصيتك؟ ايه الحاجة اللي غيرتني؟ الشغل. اللي غير حياتي انا كانت والدي كان بيبذل مجهود جامد علشان يوفر حياة سعيدة لأولاده، انتهت حياته في الاخر خالص انه ولا حاجة. طب انا ايه اللي جهدني انا واللي تعبني انا؟ الحياة اساسا كلها على بعضها كده مش مستاهلة. هي الانسان محتاج لقمة وهدمة، اما تعظم المعيشة بقى والكلام ده كله ده اللي بيجهد الشخص، يجهدني انا شخصيا ويرهقني انا شخصيا، ان انا عايز اجيب عربية، عايز اجيب مش عارف شقة، عايز اجيب مش عارف ايه. طب ليه ارهق؟ فده اللي غير حياتي انا وخلاني بيت شوية نظرتي للحياة لا مش مستاهل ان انا ابذل المجهود ده كله دلوقتي انا اكون سعيد، لكن افكر في بكره هعمل ايه؟ لا ده مش بتاعي، ده مش بتاعي، ده اللي خلاني اتغيرت. الاجازه دي ان انا ما كانش عندي هدف قبل الاجازه دي، بس اما الاجازه دي جربت اشتغل كذا حاجه، شفت الكاريزما من كل حته سلبياتها وايجابياتها، فقررت يعني قررت الكليه اللي انا هدخلها، قررت يعني عرفت ما مسكت فلوس في ايدي عرفت قيمه ده وقيمه ده كده. انا قبل كده كنت من النوع اللي بصرف كتير، اي جنيه في جيبي ما كنتش بعنيله وبصرفه في اي حاجه، المهم ان انا ما يبقاش معايا جنيه في جيبي. نزلت فتره في الاجازه مع والدي في الشركه، والدي رجل اعمال، فطبعا انا حبيت اشتغل معاه. بعد كده عرفت قيمه القرش وازاي بيجي، وبعد كده لازم انا ابقى حاطط فلوس في جيبي عشان ما اضيعش على الفاضي ومليان، مش اي حاجه اضيع فيها فلوسي. فبدات اعتمد على نفسي اكتر، وان شاء الله يعني في المستقبل هيبقى ليا بزنس لوحدي ومش محتاج اي حد، وابقى لوحدي باذن الله. اول حاجه كانت ستي تحت عجانه، عملت لي عمليه، صرفت الورا واللي قدامي في نفس الوقت، ما لقيتش حد جنبي غير ربنا سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت اني بتلاقي ناس ان هي تعزك جدا، وفي نفس الوقت مش واقفين جنبك في اي حاجه. سلمت امر ربنا سبحانه وتعالى وربنا واقف معايا والحمد لله، بس اهم حاجه الثقه بالنفس ويكون عندك ايمان بالله، دي اهم حاجه. غيرت كل حاجه عندي، كل بص بقى دلوقتي مهتم بلقمه عيشي برزقي بكل حاجه، كل حاجه دلوقتي. الدنيا دي بتعلمك حاجات كتير انت لسه ما اتعلمتهاش، بس اهم حاجه الانسان يكون عنده ثقه بينه وبين ربنا. حاولت يعني مرحله اصغر من عمري، حاولت ان ازود طريقه تفكيري مع الناس وتعاملي معاهم، واقلل استخدامي للعاطفه، وكنت بحاول استخدم عقلي اكتر. حصل مواقف كتيره مع صحابي وكده وخناقات بيني وبينهم، فحاولت ان ازود من طريقه تفكيري وتعاملي مع الناس، وافكر في النتائج او عواقب اللي انا هعمله، فساعدتني ان اتعرف على الناس اكتر وابقى محبوب بين الناس اكتر.